ودي آفة جديدة داخلة عندنا، واحنا فعلا شفناها في اسكندرية من كام سنة، ولو انها لم تشكل خطورة عندنا، لكن الدكتور احمد الغامدي عايز يقول ان ايه هي بتشكل خطورة. طبعا اتكلموا عنها كتير في الولايات المتحدة وفي اوروبا، لكن باذن الله الدكتور احمد هيوضح لنا الجزئية دي. معانا برضو الاستاذة فريدة حسن من الكويت، وعندها بعض الافكار الجيدة الحقيقة عن منتجات النحل في علاج بعض الحالات المرضية في دولة الكويت. في الدكتور الصديق علي خشيم في عنده بعض الافكار الجيدة عايز يعرضها علينا، والاستاذ الدكتور الكبير محمد الشريف، محمد السعيد الشريف، حقيقة يعني عامل مقالة مرجعية رائعة عن النحل المرزوم وانتاجه، وهذه المقالة حابة تهمنا، وياريت الدكتور محمد في خلال 10 دقايق يدينا فكرة عنها. معانا ايضا الاستاذ الدكتور حسني شرف الدين، وده بيسرينا بالمناقشة، وخصوصا ان هو لسه جاي من ديرلس في الولايات المتحدة، وجاي معاه بعض الافكار عن الجديدة عن مكافحة الفارو بالطرق البيولوجية، يعني مش بالطرق الكيماوية، وياريت يدينا بعض هذه الافكار. هو استاذ في كلية الزراعة، استاذ النحل في كلية الزراعة جامعة المنوفية. نبدأ الحقيقة، حضراتكم شايفين ايه؟ فياريت الاستاذ الدكتور محمد السعيد الشريف يبدأ يدينا نبذة كده سريعة عن النحل المرزوم. تفضل يا دكتور. نعرف طرد النحل المرزوم يعني ايه. طرد النحل المرزوم مجموعة من الشغلات وزنها يقدر بالكيلوغرام، مرزومة داخل قفص من السلك، ويصاحبها قفص به ملكة الملكة العذراء الحجيزة السلك، وكمية من الغذاء كوسيلة لنقل النحل من بلد الى اخرى دون اللجوء لنقل اقراص العسل واقراص الحضنة، وذلك لتخفيف الوزن ولتفادي نقل امراض الحضنة من دولة الى اخرى. لا يا مش ملك عذراء يا ملك. وقلة تكاليف الشحن نتيجة خفة وزن كمية النحل. ال 900 جرام او ال 1300 جرام دولت بما يعادل 5 اقراص مغطاة بالنحل من الجنبين. والخمس اقراص دولت يعني القرص الواحد شايل له 2000 نحلة. يعني 5 اقراص يعني 10,000 نحلة، ودي هي كمية النحل في طرد المرزوم. طرد المرزوم يلزمه العناية بالطوائف التي ستحصل منها على طرود النحل المرزوم، والعناية بالامهات التي ستنتج منها ملكات، والعناية بالذكور التي ستلقح هذه الملكات، وبالتالي تحصل على ملكات ملقاها صغيرة السن في أثناء موسم تصدير طرود النحل المرزوم. يبقى لو استعرضنا، أنا آسف، كلهم واحد. الاول رسوم الاول ترتيبا ترتيبا
طيب اسمح لي بس طيب ممكن ان نحطها في العقول يا ابن طيب ربنا يسلمك ربنا يسلمك الحقيقه الى ان ينتهي الاستاذ الدكتور محمد سعيد الشريف من ترتيب السلايدز اللي معاه يا ريت لا هو عايز السلايدز صراحه مش كده يا ريت الدكتور احمد الغامدي يتفضل ويعرض لنا السلايدز بتاعته لانه معاه جاهزه خلاص طيب شكرا شكرا دكتور احمد الجدول المطروح امامنا دوت بيبين اعداد الخلايا النحل البلديه والافرنجيه والمجموع بتاعها وانتاجها من العسل والشمع على مدار الخمس سنوات الاخيره. فبيبين لنا ان متوسط انتاج الطايفه في مصر حوالي 7 كيلو جرام. لو قسمنا عدد الطوائف اللي مسكنة في خلايا افرنجية او خلايا بلدية يعني مجموع انتاج العسل على عدد الطوائف يدينا متوسط انتاج الخلية حوالي 6 إلى 7 كيلو جرام. في الرسم التخطيطي ده بيبين لنا عدد الطرود المصدرة في شكل طرود نحل نوايات صفر او نوايات في صندوق صفر يعني اقراص نحل بالحضنة وطرود نحل مرزوب. فنجد نستخلص من ده ان في الثلاث سنين الاخيرة ديت ازدهرت مهنة تصدير طرود النحل بالشكل المرزوم عن طرود النحل بصناديق الصفر يعني او مع اقراص الحضنة، مما يدل على ان في اقبال شديد من الدول العربية على استيراد طرود النحل المرزومة من مصر، وبالتالي لابد من تطوير اسلوب تعبئة طرود النحل المرزوم في مصر بما يتناسب مع الاعداد المطلوبة مننا. ايوه
فهنا اول اداة من ادوات النحل المستخدمة في طرد النحل المرزوم قفص الملكة. قفص الملكة دوت قفص صغير بيسع تجويفين اتنين بيبقى فيه الملكة فقط بدون نحل مصاحب ليها او بدون كندي للملكة، لان الشغلات بتأكل الملكة من خلال السلك وليس شغلات موجودة مع الملكة. هنا ده قفص الملكة داخل قفص النحل المرزوم، قفص الملكة الصغير داخل قفص النحل المرزوم ومعاه غزاية مقلوبة، غزاية بطيئة فيها محلول سكري مركز. دي الغزاية البطيئة علبة من الصفيح سعة 1 كيلو جرام محلول سكري ولها غطاء فتحة وسطية من السطح بيتركب عليه شبكة من الشاش علشان النحل يلعق منها المحلول السكري. توضع مقلوبة داخل قفص النحل المرزوم. هنا بيعبي المحلول السكري في الغزيات البطيئة ديت وبيغطي عليها بالدسرة، يعني وحدة صناعة علب الصفيح منقولة جوه ورشة تصنيع طرود النحل المرزوم للتغطية على العلبة بعد تعبيتها بالمحلول السكري. هنا نزلنا الحقل دلوقتي ومعانا الملكات الملقاة حديثا صغيرة السن ومحجوزة عندنا في بنك الملكات. بنك الملكات ده هو عبارة عن خلية نحل عادية او طائفة نحل عادية يتيمة بها قرصين فيهم اقفاص الملكات الملقحة وقرصين عسل وحبوب لقاح ومضغوطة بالنحل، يعني بها نحل حاضن مما يشجعها على تغذية الملكات الموجودة جوه الاقفاص. هنا بنحط قفص الملكة داخل قفص النحل المرزوم وبنعلقه بقطعة من الصاج في القفص كده. ايوه هنا بيعبي النحل من الخلايا، فقبل ما يجي يعبي النحل من الخلايا بيدخن على باب الخلية بيدخن كثيف في الدور التحتاني وفي حاجز ملكات ما بين الدور الحاضنة والعاسلة، في حاجز ملكات افقي، فالنحل الحاضن بيصعد لفوق وبيتكدس النحل على الاقراص الموجودة في صندوق العاسلة مما بيكشف الغطاء بتاع الخلية نص كشفة كده علشان يدفع النحل ان هو يقرب لفوق بعيدا عن الدخان الكثيف، فبالتالي لما يجي يهز النحل هيهز الصندوق العلوي فقط، وصندوق العلوي بيكون نحل حاضن او نحل واقف على الاقراص بدون ذكور وبدون الملكة، وبالتالي مفيش فرصة او مفيش وقت يضيعه في البحث عن الملكة عند تعبئة طرود النحل المرزوم. الطريقة الاولانية ودي موجودة هنا عندنا في مصر، طريقة القمع الطويل دي بيعبي النحل من على راس الخلية مباشرة، بيهز قرص قرص في القمع